ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد السيدة العذراء في كنيستها بالعاصمة المجرية بودابست، وتحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد إصعاد جسد السيدة العذراء مريم، حيث تزينت الكنائس في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقام صلوات القداس الإلهي منذ الصباح الباكر احتفالا بهذه المناسبة. تنجب نوتيفيت بي بانتوكراتور.